سؤال آخر، عائلة مسلمة يسافرون إلى بلدهم الأصلي لقضاء إجازة الصيف، أو الأولاد الذكور البالغون يأبون على آبائهم حضور الجمعة معللين أنهم لا يفهمون ما يقوله الخطيب باختلاف اللغة، فيصلونها ظهرا في بيوتهم. هم لا يتهاونون في الجمعة في أمريكا، لكن الآباء في حيرة من أمرهم. الجواب عن هذا أن الجمعة فرض عين على كل مسلم، لا يستثنى من ذلك إلا من رخص لهم في تركها من أصحاب الأعذار من المرضى والمسافرين. إذا كانت الإجازة قصيرة لا تقطع حكم السفر، فهؤلاء معذورون باعتبار عارض السفر. أما إذا كانوا قد قطعوا حكم السفر بأن أجمعوا نية الإقامة إجازة طويلة أكثر من 4 أيام، فهؤلاء لا بد لهم من الاجتهاد في أداء الجمع ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ألم يقل الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا يخفى أن ترك الجمع أمر جلل، أمر كبير. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة وابن عمر أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وفي حديث أبي جعد الضمري وله صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فينبغي الاجتهاد في إقناعهم بحضور الجمعة وتحذيرهم من التخلف عنها، وإذا أمكن إعانتهم على الحضور والاستماع بتوفير شيء من الترجمة الفورية لهم أثناء الخطبة، أو إعطاء خلاصة لهم بمضمون الخطبة بعد الفراغ من الصلاة فذلك حسن. المهم أن يعانوا على طاعة الله عز وجل، وأن نختار لهم من المساجد ما لا يطيل أئمتها في الخطبة ما أمكن، إعانة لهم على الصبر على أمر الله سبحانه وشهود الجمعة التي لا بديل لهم من شهودها ولا غنى لهم عنها. وأسأل الله أن يعيننا وياهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين.